السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا الجديدة النهاردة، واللي هنتكلم فيها إن شاء الله عن زيادة حجم الذاكرة الافتراضية. أفضل طريقة دلوقتي علشان نتفادى زيادة استهلاك البرامج للرامات عندنا، وهي زيادة الذاكرة الافتراضية، لأن معظم البرامج عندنا دلوقتي بقت فعلا وحش في استخدام الرامات. مثلا تلاقي إن الجهاز وصل للحد الأقصى من استهلاك الرامات، وإنت مثلا مش فاتح غير لعبة أو برنامج الفوتوشوب مثلا، وحتى جوجل كروم. فهل فعلا في حل لزيادة الذاكرة الافتراضية؟ وعلشان نفهم أكتر لازم نعرف آلية عمل الذاكرة الافتراضية والعشوائية. الذاكرة العشوائية هي قطعة الرامات الموجودة في الكمبيوتر، وبتحتوي على عدد من الصفحات بداخلها في كل صفحة، في مهام معينة بيتم تخزينها أثناء عمل برنامج معين، وعند امتلاء مساحة الرامات يتجه نظام الويندوز إلى الاستعانة بالذاكرة الافتراضية. وبالنسبة للذاكرة الافتراضية فهي بتعتمد على المساحة التخزينية للهارد ديسك، بحيث ان بيتم تخزين البيانات الخاصة بالبرامج اللي مش لاقية مساحة كافية في الذاكرة العشوائية، علشان تفرغ مساحة البرنامج اللي انت هتشتغل عليه دلوقتي وليكن الفوتوشوب، وعلشان تنتقل لبرنامج تاني بيتم نقل بيانات الفوتوشوب مثلا للهارد ديسك عشان يفرغ لك الرامات للبرنامج التاني اللي انت هتشتغل عليه. علشان كده بجانب احتياجك لزيادة الرامات، فدلوقتي تقدر انك تشتغل على طول بدون ما تزود الرام، بس تزود الذاكرة الافتراضية على الكمبيوتر عندك. تعالوا نعرف مع بعض ازاي نقدر نزود الذاكرة الافتراضية، والطريقة دي تنفع في ويندوز 10 ويندوز 11. اول حاجة بنروح عندنا على الاعدادات، وبعد كده بنروح ل About، وبعد كده بنروح ل Advanced System Setting، ومنها بنروح ل Advanced، ومن Advanced بنروح لل Setting، تمام. وبعد كده بنروح ل Advanced، وبعد كده بيظهر لنا هنا الذاكرة الافتراضية هي بتستخدم قد ايه فقط. بنروح للتشينج، وبعد كده بنشيل العلامة اللي على اوتوماتيكلي مانج بيج، بحيث ان احنا نلغي التفعيل، وبنختار البارتيشن اللي احنا محتاجين ان احنا نستخدمه في مساحة التخزين او لزيادة مساحة التخزين الافتراضية، وليكن مثلا هستخدم عندي اتش، وبستخدم كاستم سايز. وعشان نعرف ان احنا نحط المساحة الحالية والماكسيمم سايز او المينيمم سايز والماكسيمم سايز، بنروح نشوف الذاكرة عندنا قد ايه. يعني مثلا الذاكرة عندنا 8 4 10، اي يعني على حسب الذاكرة اللي موجودة عندنا او الرامات العشوائية، تمام. وعلشان نعرف مثلا المساحة عندنا قد ايه او الرامات عندنا قد ايه، بنروح لسيتنج، وبعد كده من سيستم بنروح لاباوت، بيظهر لنا هنا الرامات اللي موجودة عندنا قد ايه. فبنيجي هنا في الانيشال سايز، بنشوف الرامات عندنا قد ايه، وبنضربها في 1.5. دي حاجة اساسية او قاعدة عامة بالنسبة لما بنيجي نعمل الذاكرة الافتراضية. فهنا الذاكرة العشوائية عفوا عندي هنا 14، فبضربها في 1.5. نيجي مثلا هنا كالكوليتر، يبقى 14 3 3 6. طبعا احنا عارفين الواحد جيجا ب1024، فبنضرب ال14 في ال21، ال1024 عفوا. بعد كده بنضرب ال14 جيجا اللي موجودين عندنا في 1.5، بيطلع عندنا 21504.
ده الذاكرة اللي احنا هنحطها اللي هي أقل حاجة. وفي الماكسيمم بنضرب الذاكرة اللي عندنا أو مساحة الذاكرة العشوائية اللي عندنا في 3. يعني مثلا الذاكرة عندنا 14، نضربها في 3 تصبح 43,008. تمام. مساحة الذاكرة عندنا مثلا 8، بنضرب 8 8 192، نضربهم في 1.5 بيطلع لنا 98. افتراضا لو الذاكرة 4 اللي هي 4069، نضربها في 1.5، دي هتطلع لنا القيمة الصغرى. وأقصى شيء بنضربها في 3 عفوا بنضربها في 3 تصبح دي القيمة الكبرى. تمام. وأي مساحة، وبنحسب أي مساحة ذاكرة أو مساحة الرامات عندنا الصغرى بنضربها في 1.5، والماكسيمم بنضربها في 3. وبعد كده نعمل ست، وبعد ما اخترنا البارتيشن اللي احنا هنرفع عليه الذاكرة الافتراضية، وبنختار القيمة اللي احنا بنشتغل عليها، بعد كده بنديله ست، وبعد كده اوكي. بعد كده بنضغط ابلاي، نديله اوكي. اوكي، نعمل ريستارت الكمبيوتر ونرجع لكم ان شاء الله. ورجعنا لكم بعد ما عملنا ريستارت الكمبيوتر، بعد اما زودنا الرامات الافتراضية عندنا. نرجع تاني برضو علشان نشوفها، بنروح على الاعدادات ومن سيستم لاباوت وادفانسد سيستم سيتنج وادفانسد سيتنج وادفانسد، ونلاقي هنا عندنا حجم الرامات العشوائية، عفوا الرامات الافتراضية او الذاكرة الافتراضية، زادت عندنا 22,400 MB. كانت الاول زي ما كنا شايفين مع بعض كانت حوالي 800 وشوية، دلوقتي زودناها ل 22,400 على حسب القيم اللي احنا عملناها مع بعضين. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ويا رب تكونوا استفدتم. واذا في عندكم اي استفسار ياريت تسيبهولي في التعليقات. وان الحلقة عجبتكم ما تنسوناش في الاشتراك واللايك والكومنت الجميل بتاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.